اهلا بيكم طلاب بريب 1، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب نبقى ذاكرنا الليسون اللي فات. هنبتدي مع بعض النهارده ليسون 2 في يونت 1. الليسون اسمه ماتر كونستراكشن، معناته ان احنا هنبتدي ناخد حاجات تانية في الماتر. هناخد ايه في الماتر؟ هناخد النهارده المولوكيول. هنعرف يعني ايه مولوكيول. احنا خدنا الماتر وقلنا anything has mass and volume، يبقى الماتر اي حاجة عندها ماس وفوليوم دي ماتر. طب ايه هو الملوكيول؟ الملوكيول ده بارت اوف ماتر، جزء كده من الماتر. عارفين الحيطه؟ الحيطه عباره عن طوب، الطوب ده اللي بيكون الحيطه ديت. طيب الطوبايه الواحده لو مسكنا جزأنا الحيطه هنلاقيها طوبايه، يبقى الطوبه ديت هي الملوكيول. هي الايه؟ الملوكيول. يبقى ايه هي الملوكيول؟ smallest part of matter، اصغر حته في الماتر. Can exist freely and it has properties of matter. يعني ايه it has properties of matter؟ احنا خدنا الفيزيكال والكيميكال properties of matter، خدنا البويلينج بوينت، الميلتينج بوينت، الكالر، الشيب، كل حاجة عن الماتر. طيب انا لو خدت one molecule من الماتر ديت هعرف كل البروبرتيز بتاعت الماتر. والله لو هي الميلتينج بوينت هاي هعرف ان هي الميلتينج بوينت كذا، البويلينج بوينت كذا هعرف ان هي البويلينج بوينت ما كذا، لو هي مثلا سوفت هعرف ان كانت سوفت ولا لا. المولوكيول بس انا عرفت كل البروبرتيز عن الماتر ديت. يبقى انا المولوكيول smallest part of matter can exist freely and has، اهم حاجه has properties of matter. طيب عرفنا يعني ايه مولوكيول. وبعدين احنا عندنا اي مطر بيبقى لها 3 ستيت، يبقى لها 3 ستيت: سوليد، ليكويد، جاز. سوليد، ليكويد، جاز. واي مطر ممكن نحولها من سوليد لليكويد ومن ليكويد لجاز. طيب تعالوا كده نتخيل مع بعض، انا عندي كيوب اوف ايس في نمبر اوف مولوكيول. حلو، انا اديته هيت، ده مثلا ده السوليد، اديته هيت اتحول للووتر، الووتر دي الليكويد، هيت تانية اتحول لجاز. تمام، فين الجديد بقى؟ الجديد بقى ان احنا هنشوف ازاي اتحول من سوليد لليكويد ومن ليكويد لجاز. ازاي؟ احنا قلنا ان عندنا اي ماتر هاف مولوكيول، ادي السوليد وادي الليكويد وادي الجاز، سوليد ليكويد جاز. السوليد عندي المولوكيول، بصوا قريبين من بعض قوي، قريبين من بعض كأنه فصل زحمه، بصوا قريبين قوي قوي قوي. طيب الليكويد هيبتدوا يبعدوا عن بعض شويه، هيبتدوا ايه؟ يبعدوا شويه عن بعض. طب الجاز بعد قوي عن بعض، يبقى احنا الملوكيول بتاعت السوليد قريبين قوي من بعض. شايفين ايه هنا؟ شايفين ان في سبيس بتوين الملوكيول؟ اه. طب سبيس صغير ولا كبير؟ سبيس صغير قوي. طيب السبيس بتوين الملوكيول اوف ليكويد انترميديت هو كبير اه، بس مش قوي، مش زي الجاز. الجاز السبيس فيري لارج، يبقى هاف فيري لارج انتر مولكيولار سبيس، انتر مولكيولار سبيس، انتر مولكيولار سبيس. يعني السبيس بتوين مولكيول، السبيس بتوين مولكيول اسمها انتر مولكيولار سبيس. طب السبيس دوت احنا عندنا الماده السوليد، احنا قلنا ان السوليد بيبقى صعب ان انت تفصلها عن بعض غير الووتر. يعني انا الووتر ممكن اجزأها، يعني انا عندي شويه ووتر ممكن احطها في كذا كوبايه. السوليد انا لو عندي شويه سوليد مش هقدر ان انا اجزأه، لازم اكسره. طب ليه؟ عشان في فورس بتوين المولكيول. يبقى انا اول حاجه عندي سبيس وعندي فورس، سبيس وايه؟ وفورس. المولكيول دول عشان هم قريبين من بعض السبيس فيري سمول، يبقى الفورس عكسه فيري لارج. هما عشان قريبين من بعض قوي السبيس فيري سمول سبيس، يبقى الفورس very large force، very large force، في force عالية قوي ماسكين في بعض جامد، عشان كده مش هقدر ان انا افصلهم. طب الليكويد،
الليكويد بيبقى برضو انترميديت، يعني برضو هما مش قريبين من بعض قوي. السبيس انترميديت، يبقى الفورس اللي ما بينهم هي اقل من السوليد بس اكتر من الجاز. الجاز very small force، very small force، يعتبر مفيش فورس عندي، يبقى weak. يبقى الجاز الميكل ما بين الفورس between molecule very weak، very weak. solid very large، very strong. يبقى هنا very weak. يبقى احنا كده solid والspace والforce between solid والgases عكس بعض، الليكويد هما الاثنين intermediate. طيب حاجة كمان، انت لو واقف في حتة ورشيت برفيوم وانت قاعد في مكان تاني، هتبص هتلاقي البرفيوم ده وصل لك الريحة السمال بتاعت البرفيوم وصلت لك. طب وصلت ازاي؟ المولوكيول بيبقى فيها حاجة اسمها continuous motion. continuous motion يعني ايه continuous motion؟ المولوكيول دي مش قاعدة مكانها كده، هي بتتحرك، هي بتقعد ايه؟ تتحرك. عشان كده انا لما برش برفيوم، لما باجي احط هنا الاكتيفيتي، عندنا مادة اسمها برمنجانات. برمنجانات دي بيبقى لونها بينك كده، مجرد ما بحطها بتبتدي تحصل لها ديفيوجن، تبتدي تنتشر وتروح رايحة، يعني تملى البتاع كل الكونتينر كله ويبقى نفس اللون. يبقى احنا عندنا الملوكيول ليها 3 بروبرتيز، او ليها 3 حاجات بتعملها. يبقى 3 بروبرتيز ايه هما؟ اول حاجة continuous motion، يبقى الملوكيول دايما في continuous motion. تاني حاجة intermolecular space، يبقى have intermolecular space. تالت حاجة have attraction force، يبقى في attraction force. molecule of matter in state of continuous motion، هل زي بعض؟ اكيد لا. هل زي بعض؟ اكيد لا. يبقى ايه هو ال intermolecular space؟ the space that are found among the molecules of matter، هو ال space اللي موجود between the molecules. تالت حاجة ال intermolecular force، the force that binds the molecules of matter together، هي ال force اللي بتخلي ال molecule ماسكة في بعضها، binds together. طيب ادي كده ال table ده بيختصر كل حاجة. الموشن في السوليد ليميتد موشن، يعني السوليد هما كمان في موشن بس ليميت فايبريشن، هما في مكانهم كده بيتهزوا بس. ليكويد مور فري، انترميدييتد برضه هما مور فري اكتر، يعني بصوا هنا الصوره، هما هنا السوليد لازقين في بعض قوي، الليكويد قريبين من بعض اكتر، الجاز بس مور فري، يبقى كومبليتلي فري ده الجاز. ال intermolecular space في solid very small، في liquid relatively large، في gas very large. intermolecular force very strong relatively weak في liquid والgas very weak. ال volume والshape في solid definite، يعني ايه؟ يعني ولا ال volume بيتغير ولا الshape بيتغير. ال liquid definite volume، يعني ال volume ده مهما عملت هو ثابت definite، انما الشيب undefined مش ثابت. انا الشيب بتاع الليكويد انا مهما كل ما احطه في حاجه ياخد شكل الكونتينر اللي هو فيه. الجاز، الجاز انديفينايت فوليوم و انديفينايت شيب. طيب تعالوا كده، احنا خدنا المره اللي فاتت الفوليوم وخدنا المره اللي فاتت الماس. طيب انا دلوقتي لو عندي كيس في طماطم، كيس في ايه؟ طماطم. بص هو واخد سبيس قد ايه؟ ممكن نقول 3 سنتيمتر كيوبيك مثلا. هو واخد سبيس قد ايه؟ بصوا كل ده كل ده كل ده كده ايه؟ سبيس هو واخد. تمام. الماس قد ايه؟ انا لو حطيته على البالانس هيديني مثلا 1 كيلو جرام، يبقى 1 كيلو ايه؟ جرام. انا جبت ليمون، جبت ليمون وحطيته في نفس الكيس، ايه اللي هيحصل؟ الليمون هيبتدي الصغنن ده يروح في السبيس بتوين الفروت، او السبيس بتوين الطماطم، في السبيس اللي ما بينهم. هل الفوليوم اتغير؟
هل خد فوليوم اكتر؟ هو نفس الفوليوم، هو نفس الفوليوم. الماس لا، انا لو الطماطم كيلو والليمون كيلو اصبحت 2 كيلو جرام، 2 كيلو جرام. يبقى انا هنا الفوليوم ثابت والماس اتغيرت. يعني انا هنا بسبب ان الاجزاء دي الملوكيول ديت الشكل بتاعها مختلف، حصل ان لو طالما في سبيس هو راح قدام السبيس ده، ما بين السبيس ده. طب هنستفاد ايه؟ هنستفاد هنا ان انا لو جبت سلندر، السلندر ده حطيت 300 سنتيمتر اوف ووتر وحطيت 200 سنتيمتر اوف ايثايل الكحول، 3 بلس 2 المفروض يديني 500. اللي هيحصل ان هو بصوا هنا في الاخر هيديني كام؟ اقل من ال 500. بصوا اقل منه ازاي؟ طب ازاي؟ اداني 488. ازاي؟ ده الفوليوم بتاعه، ده الفوليوم بتاعه. الايثايل الملوكيول بتاعته اصغر شويه من الملوكيول بتاعت الووتر، وفي سبيس بتوين ملوكيول اوف ووتر، في سبيس يعني ملوكيول اوف ووتر في سبيس ما بينهم، هيجي الميثايل شوية كده منه يقع في السبيس ده والباقي يكمل، والباقي ايه يكمل. يبقى السبيس سم اوف ايثايل الكحول مولكيول ار ديستريبيوت ان ذا انتر مولكيولار سبيس فاوند امونج ووتر مولكيول، يبقى هيروح للايه؟ انتر مولكيولار سبيس اللي موجودة بتوين مولكيول اوف ووتر. احنا كده خلصنا النص الاولاني من الليسون. النص التاني relation between temperature of matter and its physical state. احنا ماشي عرفنا ادي الفرق بين السوليد والليكويد والجاز، طب برضو يعني احنا برضو ما عرفناش ازاي السوليد بيتحول لليكويد. احنا السوليد زي ما احنا شفناه الانترمولكيولار سبيس بتبقى ايه جنب بعض قوي، وفي very strong force، very strong ايه force. انا لما اديله هيت، انا تعالوا كده اقف على ارض سخنه، تبتدي ان انت تنطط شويه، اسخن الحركه تزيد، اسخن الحركه تزيد قوي، طول ما انت مفرهد مش قادر حركه حران ومش بتتحرك من مكانك وبتفرق. ايه اللي هيحصل؟ انا لما ادي الماتر عندي هيت، ده اللي هيحصل، المولوكيول هتبتدي حركتها تزيد، الموشن بتاعها يزيد، الموشن بتاعها يزيد هيبتدوا يسيبوا ايد بعض شويه بشويه، يبقى الفورس هتقل، الفرصة هتقل، هيبعدوا عن بعض شوية، يبقى ايه اللي حصل؟ السبيس زاد، يبقى اصبحت بدل ما هي سوليد وقوية وماسكة في بعضها بقت ليكويد. لو انا اديتها هيت اكتر هيحصل نفس الحكاية ويبعدوا عن بعض اكتر وهيبقى جاز، هيبقى ايه؟ جاز. البروسيس دي اسمها melting process from solid to liquid، from solid to liquid. ال vaporization process from liquid to gas. حلو جميل. ليه بقى انا قلت البروسيس ديت؟ فاكرين الليسون اللي فات لما خدنا الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت؟ نفس ال definition. الميلتنج بوينت is the temperature change matter from solid to liquid. يبقى هي التمبريتشر او التمبريتشر اللي عندها بتبتدي الماده تتحول او الماتر تتحول من سوليد لليكويد. انما الميلتنج بروسيس هي دي بقى البروسيس اللي مسؤوله ان يبتدي تشينج اوف ماتر فروم سوليد تو ليكويد. هي ايه البروسيس؟ هي ايه البروسيس؟ يبقى نركز قوي، هو جايب لي مين في الديفينيشن؟ هو جايب لي اولها تمبريتشر ولا مفيش هنا تمبريتشر؟ بس مفيش اي تمبريتشر هنا، قايل لي باي هيتنج، ما قاليش تمبريتشر، قال لي في الاخر باي هيتنج. يبقى نركز قوي between two definition دول. اخر حاجه matter and molecules، ده اخر حاجه عشان هنبتدي بيها الليسون المره الجايه. ايه هو؟ احنا خدنا المولوكيول، فاكرين الحيطه اللي احنا كنا رسمينها هنا من شويه؟ الحيطه ديت كنا بنقول هي مكونه من طوب، وانا لو مسكت طوبايه هعرف كل البروبرتيز. يعني الطوب ده لو هش هقول اه دي هتطلع حيطة هشة اوي، الطوب ده لو جامد هقول لا دي حيطة شكلها هتبقى قوية. طب الطوب ده هو مش مصنوع من رملة؟
هو انا اقدر امسك الرملايه واقول البروبرتيز بتاعت الطوبه؟ لا، بس هي الرملايه اللي عامله لي الطوبه. معناته كده ان الملوكيول هي كمان متكونه من حاجات اصغر. ايه هي؟ اتومز. ايه هي الاتومز؟ يبقى عشان كده في الاول قلنا ان have the properties of matter. have the properties ايه؟ of matter، هي الملوكيول. ليه؟ لان انا عندي حاجه اصغر اللي هي الاتومز. يبقى الاتومز البيلدينج يونت اوف مولكيول، بيلدينج يونت اوف مولكيول، والمولكيول البيلدينج يونت اوف سبستانس او اوف ماتر. طيب المولكيول دي او الاتوم ديت، المولكيول بتتكون من اتومز. حلو جدا. احنا عندنا نوعين، element مولكيول وكومباوند مولكيول. element مولكيول وكومباوند مولكيول، الفرق ما بينهم؟ element مولكيول It's the simplest pure form of matter. Can't be analyzed chemically. هو أبسط حاجة للماتر، مقدرش إن أنا أكسرها أكتر من كده. Into simpler form by simple chemical method. خلوا بالكم by simple chemical method. يبقى أنا مش هقدر أصغرها أكتر من كده بال simple chemical method. يعني أنا لو في method عندي مش simple، ممكن complicated أكتر، هقدر أفصلهم؟ بس انا في السيمبل الطبيعي ان انا مش هقدر افصلهم، زي اتنين صحاب قوي 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 وما تقدرش تفصلهم عن بعض. في الطبيعي ما تقدرش، بس ممكن حد يجي سوسه ودماغه سوسه قوي يقدر يفصلهم. يبقى ده ايه؟ الاليمنت. الاليمنت يا اما بيتكون من 1 اتوم يا اما بيتكون من 2 اتوم، يا اما 1 اتوم يا اما 2 اتوم. يعني انا ممكن الاتوم هي تبقى مولكيول او تبقى تحل محل مولكيول. الـ only one atom اسمها مونو اتوميك. مونو اتوميك، مونو يعني وان، مونو اتوميك. زي ايه؟ زي الميركري. عارفين الميركري؟ الميركري هو عبارة عن ايه؟ وان اتوم مع وان اتوم وان اتوم. هتقولي طب ما هو في اكتر من واحدة اهو. لا، ما وان اتومز مش ماسكين في ايد بعض، اكننا فصل وما فيش حد فيه صاحب حد. هما موجودين مكملين الفصل، انما الفصل ذات نفسه ما فيش حد صحاب. يبقى هو الميركري وده الليكويد. ده الايه؟ الليكويد. انما النوبل جاز هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون، دول برضو 1 اتوم بس جاز، بس جاز ستيت. جاز ايه؟ جاز ستيت. انا عندي بقى فصل تاني بس متكون اتنين 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 صحاب، بس صحاب ما شاء الله ايدنتيكال. يبقى داي اتوميك. داي اتوميك بيتكون consist of two atoms، زي البروماين. زي الايه؟ البروماين two atom ماسكين مع ايد بعض كده. زي الاكسجين، نيتروجين، هيدروجين، كلوراين، فلوراين، الحاجات دي كلها عبارة عن ايه؟ داي اتوميك. الليكويد بروماين، هنا الليكويد الميركري، نركز ما بين الاتنين دول. وهنا الاكتيف جازز، الاكتيف جازز عبارة عن two atom، هنا النوبل جاز 1 اتوم او مونو اتوم. هنا لما يجي لك give reason يقول لك the mercury is the element او مونو اتوميك element because mercury consists of 1 اتوم، consists of 1 اتوم. او لو قال لك البرومين، يبقى البرومين consists of 2 identical اتوم، 2 identical اتوم، يعني 2 اتوم زي بعض بالظبط. الكومباوند بقى، الكومباوند بقى substance formed from the combination of atoms of two or more different elements، two or more different elements with constant weight ratios. تمام؟ يبقى هو بيتكون من two or more different elements، two or more different. زي ايه؟ زي عندك الهيدروجين كلورايد مولوكيول. هيدروجين كلورايد مولوكيول، في مادة عندي اسمها هيدروجين كلورايد، عبارة عن ايه؟ one atom of hydrogen one atom of chloride. يبقى هي واحدة دي هيدروجين ودي كلورايد، دول غير بعض. الووتر مولوكيول، ووتر مولوكيول عبارة عن two hydrogen atom one oxygen atom، two hydrogen atom one oxygen atom. يعني بصوا هنا الهيدروجين لما مسك مع الكلورايد بقى سبستانس، غير ادي 2 هيدروجين مسك مع اكسجين بقى سبستنت تاني خالص، في بروبرتس تانية خالص. يعني عايز اقول لكم حاجات، يعني ده عكس ده خالص، ده غير ده
ده غير ده تماما. يبقى احنا هنا عشان كده احنا بنتعامل بالمولكيول مش بالاتوم. شفتوا الاتوم لما مسكت مع اتوم تانية عملت لي مولكيول تالتة خالص. تالت حاجة الامونيوم مولكيول، 3 هيدروجين اتوم، 1 نيتروجين اتوم. كده خلصنا الليسون. ليسون بسيط، ليسون سهل، ليسون بيجي فيه جيف ريزون، ليسون بيجي فيه كومبليت وتشوز كتير جدا. يا ريت نذاكر دوت، نذاكر اللي فات كويس قوي عشان الليسون اللي جاي من اهم الليسونز اللي هتقابلنا خلال مرحلة اعدادي كلها. فهمنا اليونت دي كويس قوي، اعرف ان انتوا هتستريحوا ان شاء الله في بريب 2 وفي بريب 3، انما لو ما فهمناهاش هندخل بريب 2 وبريب 3 هنلاقي في حاجات واقعة مننا جدا.